فاهم من المانيا برضو عندها نفس المعاناه. حاجه حلوه يعني ان صباح الخير مفيش طلاق وفي اجبار انك تعيش، هي دي المسيحيه. طب خلينا انت تعيش واحده غصب عنها مع واحد. هي لما جت اتجوزت ما كانتش تعلم ان مفيش طلاق، وقبل ما ولما جت اتجوزت كانت عارفه انه هيزني، لما جت اتجوزت كانت عارفه انه هيغير دينه. مش معنى دي اوكي عندك.